ميادة بسيليس الفنانة السورية ترحل عن عمر 54 عام في وقت يشهد العالم موجة من الخوف والوباء والشدة. يرجع المرض الخبيث ليذكرنا بوجوده ويزيد الطين بلة. فبعد صراع مع المرض خسرت بسيليس المعركة، لكنها دائما تفوز بقلوب محبيها ومستمعيها. بصوتها العذب أغنت الفنانة السورية الساحة الغنائية لأكثر من 25 سنة، إضافة إلى تأديتها لشارات العديد من المسلسلات والأفلام السورية والعربية. يا قاتلي بالهجر، به بدأت مسيرتها الفنية الناجحة التي أثثتها ب14 ألبوماً. أما كذبك حلو فحازت على أفضل أغنية عربية عام 99. حلب، وهي من مواليدها، حزينة جدا. حالها حال الساحة الفنية السورية والعربية. محبو ميادة بسيليس وأصدقاؤها ومتابعوها توجهوا إلى منصات التواصل لنعي الراحلة، وكأن كورونا ترك لهم غير هذه المنصات للقيام بالواجب. الأيقونة المبدعة، هكذا وصفها أيمن زيدان، وبالفراشة ودعها باسم يخور. أيقونة وفراشة لم تسعها الساحة السورية، فأطلقت جناحيها إلى المدن العربية والأجنبية لتحيي الحفلات وتطرب المستمعين وتحصد الجوائز. ميادة بسيليس، الحزن كبير، لكن ذكراك ستبقى خالدة في قلوب من يهوى الفن الجميل.